هي متعة ديال اللقاء بناس اللي ما تلاقيتهم شحال هذه وما تلاقيناش في أعمال ديال الدراما ولا في المسرح، وهذه فرصة اللي تحيينا فيها الرحيم بعدها أولا، وكذلك يعني تناقشنا في أعمال، تناقشنا في مشاريع. واللي جميل هو أنه العودة في واحد المجموعة كيف ما قلتي ديال النجوم، منهم أستاذة فاطمة خير، الصديق ياسين حجام، هشام إبراهيمي، رجاء، يعني كاينه أسماء اللي عندها وزن ديالها. وكذلك العودة جات في واحد المسلسل هل يا ترى يعود، هل يا ترى سأعود من خلال هذه الأعمال هذه اللي دارت هذه السنة هذه. يبان بأنه كاين واحد تطور كبير للدراما التلفزية في المغرب، وهذا شيء جميل. ويعني كان حتى نصرات لح أنني نحضر معاه في هذا البلاطو وشجعني كثير، والعمل معاه في الحقيقة هو نزاهة مع سينصرات، لأنه كيعمل بواحد الاحترافية كبيرة وبواحد الهدوء ديال المخرجين الكبار. الطبيب اللي خفيف الظل، يعني ماشي دوك الطبيب ولد الشعب. المشكل ديالو هو انه زوجوه بواحد البنت اللي ما كانش كيبغيها، واللي باها هو مول الكلينيك، لان باه وباها هما الاصدقاء وكذا، وبالتالي فهو ما كانش مرتاح وحاول يفض ديك العلاقه، وكيوقعوا ليه مشاكل وكيتلقى عراقيل وكذا. ولكن في واحد اللحظه اللي كيتبدل هذيك المرأة، كيعاود يغير هو رأيه، كيبغي هو كيولي طالب باش يرجع ليها. والأحداث غادي تبين بأن كاين يعني واحد العلاقة شوية غريبة بينه وبين مراته وبين الأبناء دياله. ونتمنى يعني، لأنه أنا من الناس اللي كيخدموا بكرامة ديالهم، يعني ما كيمشيش يستجدي شي حد باش يشتغل ولا، وهذا هو اللي خلاني نغيب تقريبا أكثر من 10 سنوات، يعني راه ماشي سهلة. وبالتالي في العمل حنا دائما تنشتغلوا، واخا ما كنبانوش في التلفزيون، ولكن الاشتغال راه كاين من خلال الأعمال المسرحية، من خلال المهرجان اللي كنديروا، وكنجمعوا كاع صناع الدراما في مدينة مكناس الحمد لله، وعنده صدى طيب، والمخرجين راه كيعرفونا، والمنتجين راه كيعرفونا، وإلا كنا صالحين لهم راه غادي يعيطوا علينا. Tout simplement.